الهدف ان نحن نطعم جميع موظفي النقل والمواصلات الموجودين في مستوى على مستوى اماره دبي واهاليهم والمعنيين طبعا اللي الموجودين في المنظومه بنهايه هاي الفتره، وبالتالي راح يكون عندنا منظومه متكامله لنقل المواصلات لتضمن تنقل امن وسهل للجميع. تعتبر هيئه الطرق والمواصلات في دبي هي من القطاعات الحيويه في الاماره، وبدينا طبعا نحن بأول قطاع وإن شاء الله في قطاعات حيوية ثانية في الطريق بإذن الله، مثل القطاع التعليمي وفي القطاع المواصلات وفي القطاع الثاني لقطاع النفط والغاز. قررت أخذ الجرعة لأنه هي فيها ديفنس للجسم، فيها دفاعات، ولأنه إحنا أكثر ناس معرضين للمخالطة بحكم العمل يعني في مجال المواصلات. كل شخص كخدمة عملاء شغال فيها لازم بيتم طول الوقت خايف، خايف من الاوراق اللي تيله، خايف من العميل نفسه، خايف من اي شيء، خايف من الاجواء، خايف من الاشخاص اللي يدخلون ويطلعون. فلازم يعني التطعيم هذا شيء ضروري.